مهدي. شيخ ميثم شنو؟ شيخ ميثم الآن أولاً الأخطاء الإعرابية كانت بالجملة، بحيث هذا يعني لا نصب ولا جر ولا رفع، حتى هسه أخير كلمة اللي قريتها الفصحى، أي باللغة العربية الفصحى، ما كانت أي لغة ثانية والترادود. يعني إذا هذا أداءك على المنبر إحنا ما نقبل نخرجك على المنبر بهالأداء وأمام العالم تدمر اللغة العربية أنت، هاي واحد. اثنين، صوتك كان مجروح وبي ديستورشن بشكل غير طبيعي، واضح بي حشرجة على طول القصيدة من البداية إلى النهاية. صح، صح لو أنا غلطان؟ أخذها طبقة عالية. لا حشاك، حشاك شيخ. صح، بس هو جميل يعني، وقفت أداء منبري يعني من الأصوات اللي تنافس يعني الحقيقة، حتى لا نظلمه. صوت كبير شيخ ميثم، أداء منبري بحت. أما أخطاء باللغة العربية ما مسؤول هو عنها، بس مستقبلا المسؤول عنها. توعد شيخ ميثم المرحلة الثالثة تقرأ بصورة صحيحة المفردة إن شاء الله الكلمة. شيخ ميثم نقول تأهل ويانا إن شاء الله. يعني ما أقدر أقول تأهل ويانا، أنا ما أريد أصير عائق، لأن إحنا شفتوا يعني مرة ملا مهدي مثلا ما أختار، مرة ملا أبو محسن، مرة أستاذ سمير. هذا حق الشيخ شيخ ميثم، بس مرات لك يعني أغلب المتسابقين، وأنت سيد العارفين أنا مو دفاعا عنه، بس أغلب المتسابقين اللي يجون ما مر على رادود ولا مر على شاعر، يعني حب للحسين يجي يريد يأدي هنا فالإعراب والعرب أهم شيء عندنا من المشاكل. أبوس إيدك أبو محمد، استغفر الله. شيخ ميثم، بس مرات أغلب المتسابقين، وأنت سيد العارفين أنا مو دفاعا عنه، بس أغلب المتسابقين يجون ما مر على رادود ولا مر على شاعر، يعني حب للحسين يجي يريد يأدي هنا فالإعراب والعرب أهم شيء عندنا من المشاكل. أبوس إيدك أبو محمد، وأرجو أن لا تقطعها بالمونتاج. من المشاكل العقيمة والكبيرة اللي يعاني منها المنبر هي اللغة العربية. رواديدنا دا يقولون اللغة العربية بشكل فظيع وبشكل يعني غير لائق بتاتا، وهي نقطة مهمة جدا. إحنا في هذا البرنامج جايين نعالج، ما جايين نحابي، جايين نعالج. الرادود أداءه مو صح نقول له، الرادود اللغة العربية مو صح نقول له، ما يقرأ الشعر صحيح نقول له. واضح هذا الموضوع. إذن من الشفعول لأنتم أنا بالخدمة، أنا ما أرد لكم. إذن علي صالح مهدي أنا ما أرد لكم، ما قدر يتأهل ويانا. أوقف، لا أوقف أوقف نعي. والله شيخ أنا أعطيني مجال. أبو علي بالخدمة أنا ما أرد لكم. الله أنا عبرك بابا سيدنا علي صالح، تأهلت إن شاء الله، تدعينا. وهذا الكلام هو حتى تستفيد، لازم نقوي حتى الكلمة حتى لأن يقولون الرادود رسول مفردة، وأنت إن شاء الله قده، نتمنى لك التوفيق. الآن اختار أي مدرب. صعب جدا. لا إن شاء الله مو صعب. أستاذ سمير موفق. الشديد نحن نعتاد في هذا الشهر المبارك أن نقرأ القرآن بصورة متخلفة جدا جدا، فلذلك تشوفنا يكون عندنا سلوك من السلوكيات منحرف، ونقرأ القرآن في هذا الشهر المبارك مرة أو مرتين نختم القرآن، ولكن نبقى على هذه السلوكيات المنحرفة. وعندما أقول سلوكية منحرفة ليس مرادي بأنه السلوكيات على أنحاء، عندنا سلوكيات عقائدية، وعندنا سلوكيات أخلاقية، وعندنا سلوكيات عبادية. كثير من الانحرافات تكون في الأبعاد العقائدية، وكثير من الانحرافات تكون في الأبعاد الأخلاقية. وإن كان المجتمع ما يعد هذه شنوماده من الانحرافات، ولكنها شنوماده انحرافات. مثلا الآن سوء الظن في المؤمنين وفي الآخرين، هذه شنوماده انحراف. البعض شنوماده ما يظن الانحراف إلا شنوماده إلا إذا واحد من الأشخاص مثلا قام والعياذ بالله باللواط، أو قام والعياذ بالله بالزنا.